هذا طب واحد فوق السبعة إيش الديسكريبشن إكسبوز ذا هول أبر أند ذا هول لور لم دي أول قاعدة. القاعدة الثانية إنسبكت أند كومبير. الناس بتنسبكت وخلاص. لا 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 أنا هنا دوري لازم أكون بير. إنسبكت أند كومبير كل حاجة هتقولها لازم تقارنها موجودة هنا زي هنا ولا مختلفة. هعلق الأربع حاجات إنسبكشن وكومبارسون بين المنطقتين ويستنج في المسلز وترافيك سكين تشينجز تأكلات يعني. واي ابنورمال بوزيشن او ابنورمال موفمنت يبقى اثنين ابنورمال واثنين ويستنج. ويستنج اوف ماسلز وتروفيك سكين تشينجز دول اول اثنين في الصف. الاثنين الاخر ابنورمال بوزيشن اند ابنورمال موفمنت. ويستنج اوف ماسلز بيتشيك زيرو فلوس. اولا حاسين كده ان هي عندها ويستنج في اللور. هنعرف ان هي عرفت ازاي عندها ويستنج في اللور. وبرضه في ويستنج في الابر ليجز. احنا نعرف ازاي ويستنج. اقيس لكن هل في طريقه بالرؤيه؟ Yes, if you see prominent joint, يعني إيه joint prominent عن الحتة اللي فيها أو تحتيها, you suspect muscle wasting with prominent joint. هي مش swollen joint, ده اللي حصل إن المسلز اللي حوالين الجوينت فضلت. فلما الاقي الجوينت prominent, حاجة اسمها bony prominence, suspect wasting. لكن how to confirm wasting? بالميد أرم إيه circumference. يبقى أنا هقول للدكتور there is moderate muscle wasting, ولو جيتوا قيستوا فعلا هتلاقوا فيه muscle wasting. طب ليه يا دكتور moderate مش severe muscle wasting؟ اولا بالنظر البنت معظمه شويه القلب واضح والني جوينت واضحه شويه في ماسل ويستنج ولو قسنا سيركمفرنس هنلاقي السيركمفرنس اقل من الطبيعي. ليه في ماسل ويستنج بسيط رغم 6 سنين باراليسيس هو سيربرال بوكسي باراليسيس سبيرس بيكوز ذير از تو تايبس اوف باراليسيس ابر موتور نيورون اند لوور موتور نيورون. لوور موتور نيورون باراليسيس از ويز هايبوتونيا اند هايبو ريفلكس سو ذا ماسل دازنت كونتراكت ولا فيها تون فمش بتحرق اي اي تي بي فمش بيجي لها اي بلاد فلو فيحصل لها فيري رابيد ديجنريشن. بس ان ابر موتور نيرون صحيح المسل بارالايز بس فيها تون ولا لا؟ يعني بتحرق شغاله وكل شويه اضربها كده يحصل ريفلكس ولا لا؟ سو الابر موتور نيرون بيعمل ويك سلو باراليسيس سلو باراليسيس. مين اللي بيعمل فيري رابيد باراليسيس؟ اللور موتور نيرون. اللور موتور نيرون بيعمل فيري رابيد باراليسيس. فلو الدكتور قال لك 6 سنين باراليسيس وبتقول لي مودريت واللي هو يا دكتور ابر موتور نيرون بيعمل فيري سلو وماسل ويستنج. مين اللي بيعمل رابيد ماسل ويستنج؟ في شهرين يا جماعه في شهرين. لو شفتوا حد لا قدر الله عنده نيرف انجري ولا حاجه في شهرين تلاقي عضلته فضيت راحت بقت فايبرس تشو. او الثاني هبص على اربع اطراف اكسبوجر كويس زير از ماسل ويستنج ان لور ليم اند ان دي ابر ليم. دكتور يقول لك عرفته ازاي؟ اقول له يا دكتور في ماركت بوني برومينانس. طب في طريقه يا ابني تعرفوا بيها الميد ارم سيركمفرنس المفروض لغايه 6 سنين يكون ها فوق 15 سم. لو لقيته تحت 15 سم وهي عندها حوالي 14 يبقى ده ماسل ايه ويستنج. الحاجه الثانيه تروفيك سكين تشينجز لازم تعملوا كده بالظبط تبص على الضوافر وعلى السول وعلى الفوت على الهير. في هير في هير الضوافر سليمه ايوه سليمه مفيش بيت سورس مفيش بيت سورس. تقول لك الدكتور كده نو بريتل نيلز No loss of hair, no bit sores. وأنا بدور على إيه؟ بدور على علامات أتروفي في السكن. No scaling of the skin. الجلد مش مقشر والشعر مش واقع، الضوافر مش مكسرة ومفيش قرح فراش. ثانية واحدة مش البيت دي بارالايزد؟ بارالايزد بس أبر موتور نيورون ليجن في كونتراكشن. إيه علاقة يا دكتور السكن بالبارالايزد؟ يلا. واضح ان دي دفعه ان انا لازم اقول واحنا نسمع وخلاص ما حدش يقول حاجه خالص يعني افيزيا امنيزيا توتال اسمه تقولوا ايه علاقه السكن بالمباراه؟ ذا ليم سوري ذا ماسلز ار ذا بامب اوف ذا ليم. ذا ماسلز ار ذا بامب ار ذا هارت ذا لوكال هارت اوف ذا ليم. ولو مش مصدقيني افكركم بمرض كلكم عارفينه البوليومايلايتس بتلاقي رجل قصيره ورجل طويله. هو البوليومايلايتس ده ديزيز في ايه؟ في الانتيريور هورن سنس بتاع السباينال كورد عمل باراليسيس ولا لا؟ بس لور موتور خلى الرجل قصيره ماله مال العظم مش ده باراليسيس؟ العظمه قصيره والسكين اتروفيك لانه لو العضله بايظه البامب للليمب كله بيبوظ فالبلاد فلو تو ذا سكين وتو ذا بون بيبقى افكتد. فهمتوني ليه بنعلق على السكين؟ يا جماعه اللي عايز جلده يبقى كويس يلعب رياضه. العب رياضه بامب شغل البامب تلاقي الجلد بقى هيلثي جدا
عشان كده اللي بيلعبوا رياضه ممكن تبص على حد مصارع ليه عنده 60 years وتلاقيه الجلد بتاعه احسن من جلدك وانت عندك 20 سنه عشان بيعمل بامبنج للسكين بالبلاد فلو. يعني يا دكتور انا هقول عشان هي ابر موتور فما حصلهاش حاجه الحمد لله. نو لوس اوف هير، نو بريتل نيلز، نو بيت سورز، لان الام بتقلبها في السرير مش سايباها بدريدن. فريكوينت تشينجينج ان بوزيشن، وكل عينيه كرونيك كده الام بتقلب والدكاتره بيقلبوا فيها وانتوا بتقلبوا فيها، وبالتالي العينيه ما بتسابش مرفون على السرير فتره طويله. لكن لو شفتوا بقى عين نجلكتد تلاقوا جلده بيطلع معاك زي البودره، وتلاقي شعره تمشي كده يطلع بالشعر في ايدك، وتلاقي ضوافره تمسكها تطلع في ايدك بجد زي الباودر متكسره، وفي الاخر بيضيع. اف نجلكتد ومفيش فيزيوثيرابي وعنده سيفير باراليسيس تلاقي بريتل نيلز وروس اوف هير وسكيلينج في السكن. Abnormal position. Carry the patient from the axilla. Suspend the patient from the axilla. Inspect the upper limb and the lower limb. And the back. بص على upper limb. بص على lower limb والباك. ما حدث في البنوتة دي إشكال. البنوتة عملت extension في رجليها شفتوه؟ وكانت لازقاهم في بعض. لكن المفروض كمان كانت تعمل فليكشن في ايديها وما حصلش. حد يعرف يقول لي ايه البوزيشن اللي انا عامله ده؟ طيب انت عارفين طبعا كلنا انه الليجن اللي هنا از ابر موتور ايه؟ نيورون. فالابر موتور نيورون مات. ماذا تفعل الابر موتور نيورون في حياتنا؟ بتبعت اشاره تو انهبت التون. فلما ماتت التون ايه؟ هتردوا عليا زاد وبتمنع الريفلكسز. فلما ماتت الريفلكسز ايه؟ عشان كده العيانه دي فيها هايبر تونيا اند هايبر ريفلكسز. بس هو التون لما بيزيد بيزيد فين؟ بيزيد في كل العضلات. بس احنا عضلاتنا مش زي بعضها. We have strong muscles like the biceps ودي اقوى من الترايسبس. لان البايسبس از انتي جرافيتي بتشيل من الارض. بينما الترايسبس از برو جرافيتي. The back is انتي جرافيتي. بينما الابدومين ها برو جرافيتي. The extensors of the lower limb, the adductors of the lower limb are انتي جرافيتي muscles. كل دول انتي جرافيتي muscles. ربنا خلقهم اقوى عشان بيشيلوني من على الارض شيء. فلو الابر موتور نيورون غاب زي ما باباك يخرج من البيت تقوم تفتري على اختك البنت. اول ما الاب يخرج من البيت الابر موتور نيورون تقوم تقول لها خش انا اتفرج على ماتش، انا عايز اشوف مسلسل. مفيش ماتش مفيش مسلسلات. وهي تدخل الاوضه بتاعتها وتفضل قاعده ساكته جوه عين. ليه؟ في غياب الابر موتور نيورون اللي بيعدل بين الانتي جرافيتي والبرو جرافيتي الاثنين بيشدوا على بعض. بس مين هينتصر الولد ولا البنت؟ الانتي جرافيتي اهو ينتصر. هما الاثنين شادين بس الانتي جرافيتي هي اللي انتصرت اهو. الاثنين شادين بس الاكستنسورز والادكتورز في الزرور لم والباك. يلا مين يوصل لي الانتي جرافيتي بوزيشن؟ اكستنشن وادكشن فين؟ في اللور لم. فليكشن فين؟ في الابر لم. ارشنج اوف ذا ايه تاني. اكستنشن وادكشن فين؟ في اللور لم. ارشنج في ايه؟ فليكشن فين؟ في الابر ليم. ده نتيجة ان الانتي جرافيتي ار سترونجر ذان برو جرافيتي. التون زاد في مين ومين؟ في الانتي والبرو. بس مين اللي انتصر؟ في الانتي جرافيتي. انتصرت على مين؟ على البرو جرافيتي. اللهم احنا فينا مش عاملين كده ليه؟ الاب موجود بيعمل ما بين البرو جرافيتي والانتي جرافيتي. انتوا عارفين الاب بيعمل ايه؟ بيقول للولد اهدى على اختك. يعني الاب بيكلم البايسبس اكتر ما بيكلم الترايسبس. بيبعت للبايسبس يهديها اكتر ما بيهدي الترايسبس. فاهمين كده طبعا؟ فاهمين؟ تمام. خلي بالكوا اي حاجه تشوفوها تقولوها. في اكستنشن في اللور ليم تقولوا ده. وبعد ما تشيل العيان تقول يا دكتور اهو اكستنشن وادكشن في اللور ليم. احيانا الرجلتين يركبوا على بعض زي الصوره عندك تقول له سيزوري وده الاكستريم ادكشن. واحيانا تلاقي الطفل ظهره راح راجع لورا كده ارشنج اوف ذا باك. واحيانا تلاقي العيان راح عامل فليكشن في الابر ليم. وتكونوا عارفين كل دي تركيبه الانتي جرافيتي بوزيشن علامه من علامات الابر مود. تقوم تقول له taking the anti-gravity position which is a sign of upper. قول له كده sign of upper motor neuron lesion. قول له كده sign of upper motor neuron lesion. هشيل عين من الاكزيلا هسيب رجليه طايره في الهواء هيقوم راحوا عاملين كده احتمال يعملوا كده واحتمال تلاقيه راح عامل لك بايده كده كمان واحتمال تلاقيه عامل لك بظهره كده. ده اول ابنورمال بوزيشن بعمله بشيل العيان من الاكزيلا. تاني حاجه انام العيان واشوف كده رجليه تفرد او تتني للاخر. اه ده
بتدور على ايه يا دكتور؟ انا بدور على جوينت مش راضيه تفرد ولا تديني. احيانا تيجي تعمل على عيان زي محمد زين هنجيبه دلوقتي، تيجي تفرد رجليه اخرها كده، تفرد للاخر مستحيل. فلو لقيت رينج اوف موفمنت ليميتد، حاجه اسمها ليميتد رينج اوف موفمنت، بنسميه جوينت كونتراكتشر. فارجوكوا يا جماعه لو انت شكيت ان في جوينت متيبسه متخشبه انكيلوز، حاول تفردها وتتنيها. لو لقيت ليميتد رينج اوف موفمنت تقول للدكتور ايه؟ There is joint contracture in the knee joint, in the elbow joint, in the ankle joint. تاني لو لقيت مفصل ثابت هحاول افرده واتنيه. لو ما رضيش يتفرد ويتني كويس يبقى المفصل ده فيه ايه؟ contracture. joint ايه؟ contracture. وده طبعا complication من البرد. احنا كده خلصنا الـ abnormal muscle wasting، التروفيك سكيني تشينجز، وعرفنا هنعمل فيها ايه. هنقول له brittle nails and loss of hair، no scaling في السكين، no bed sores. وهنبص على اماكن البيد سورس اللي هي بتبقى عند القلب وبتبقى عند الهيل وبتبقى على الماليولاي، بنبص عليها ونقول مش موجوده. بنشيل العامل اكزيلا ونقول واحد انتي جرافيتي بوزيشن. بنبص على اي جوينت فيها كونتراكشن ونتاكد ان مش فيها كونتراكشن. وبعدين ابص على الطفل ان جنرال كده واقول there is no abnormal movement. وات ار دي ابنورمال موفمنت اللي ممكن تتسالوا عليها؟ ممكن تتسال على حاجه اسمها كوريه. هتقول للدكتور نو ابنورمال موفمنت، يعني ايه يا ابني نو ابنورمال موفمنت؟ ما لقيتش كوريه، ما لقيتش اتيتوزس، ما لقيتش ديستونيا. وات از كوريه؟ صدري جيركي الريجولر انفولنتري موفمنت. مش كده؟ اند وات از اتيتوزس؟ سلو سناك لايك موفمنت. ان ذا شولدر ان ذا بلفس. مش كده؟ الشولدر والبلفس عمالين يعملوا سلو تويستنج موفمنت، حركات دورانيه زي ما كل حد بيرقص. سلو تويستنج موفمنت اوف شولدر اند بلفس. وات از اسيتوزس؟ سلو تويستنج موفمنت اوف شولدر اند بلفس. سلو تويستنج موفمنت، تويستنج تويست تويست يعني بيرقص. موفمنت اوف شولدر اند بلفس. ديستونيا يعني اتاك اوف كونتراكشن اند تويستنج اوف ذا ترانك. بصوا كده دي بيستونيا، اتاك اوف كونتراكشن وتويست للترانك نفسه. واضح ان احنا من جوه لبره كده، في الترانك بيستونيا، في الشولدر اسيتوزس، في الهاند والفوت كوريا. هو الدكتور هيسالك فيهم شافه، لكن انت هتقول له ذير از نو ابنورمال موفمنت، نو كوريا، نو اسيتوزس، نو ديستونيا. فيسالك دول ايه؟ خلي بالك هيسالك سؤال تاني بيظهروا امتى؟ اقول له ويز اكسترا بيراميدال ليجن، يعني ليجن في البيزال جانجليا. بيظهروا امتى؟ ها؟ ويز اكسترا بيراميدال ليجنز او ليجن في البيزال جانجليا. واخر حاجه هتقول له نو عليها نو ماسل فاسيكيليشن. وات از ماسل فاسيكيليشن؟ كلنا شفنا الحيوانات بعد ما تتسلخ؟ لا مش كلنا. بس انت لو شفت انيمال بعد ما جلده يتشال تلاقي وهو ميت بقى له ربع ساعه نص ساعه جلده عمال يعمل عضلات عماله تعمل كده. دي اسمها ماسل فاسكيليشن. حد عارف تفسيرها ايه؟ هو بعد ما اتدبح لسه عايش؟ ايه ده؟ النيورو ترانسميترز طلعوا منين النيورو ترانسميترز؟ اي ديك اكسون بيبخ اسيتايل كولين بشكل ريجولر بدون مبرمج. الاكسون قبل ما يموت بيفضي نفسه منين؟ من الاسيتايل كولين. بشكل ريجولر ولا ريجولر؟ ريجولر. And this is not enough to move your limb. يا دوب بيحرك الاكسون بيحرك كام فايبر؟ 3 4. هتشوف رعشه صغيره على السيرفيس اوف ذا ماسل but no limb movement. So the fasciculation ما بتعملش active movement. بتعمل twitches on the surface of the muscle. ثانيه واحده بتحصل ازاي في حياتنا؟ لو عندنا الانتيريور هورن سيلز بتموت يوم الاكسون بتاعها هيبخ اسيتايل كولين بشكل ريجولر. شفناه كلنا في النيورولوجي في اللسان اللي بترعش. Tongue secretion في مرض الفيردنج هوفمان ديزيز. عشان كده مهم جدا تعملوا كده، تبص على الطنج وبعدين تبص على الايدين والرجلين، بس في الايدين والرجلين في فات بيماسك الفاسيكيليشن. قال لك في تيست يوضح الفاسيكيليشن. وده اسمه ايه ده؟ ده اسمه فليكر. يعني ايه؟ بنقر. فليكر يعني بينقر. الفليكر ده وظيفته ايه؟ حد يعرف؟ بيانديوس النيرف انه يفضي الاسيتايل كولين اللي جواه وهو ميت. فلو فضى اسيتايل كولين يعمل لي شويه فاسيكيوليشن زياده.
حد يقول لي حالتنا فيها فاسيكيليشن ولا لا؟ ولا لا؟ لا، لان الفاسيكيليشن هو كومن مع الديجنريشن في الانتيريور هارت سيلز، واحنا عندنا هنا الحالات بتاعتنا كلها ابر موتور نيورون. الفاسيكيليشن ليها اسباب كتير في الطب، مش من اسبابها خالص السيريبرال بوكس. So there is no muscle fasciculation. تاني يا جماعة عامل يبص على الطن وبعدين ابص على العضلات واعمل لها فليكرينج. خلاص؟ راجعوا معايا بسرعة. Good exposure الاطراف الاربعة كلها. There is muscle moderate muscle wasting in the lower limb and in the upper limb. وممكن اقيس الهيبسر في الارم سيركمفرنس. There is no drop skin changes, no loss of hair, no brittle nails, no bed sores, no scaling of the skin. اشيل البنوته واقول she's taking anti gravity بالظبط. انا واصف اللي قدامي extension في اللور limb وادكشن، واذا كان دي flexion في الابر limb او ارشن في الباك. اتاكد ان الجوينت بتاعتها مفيش فيها كونتراكشن. اقول يا دكتور there is no limited range of movement، كل المفاصل بتتحرك يعني مفيش جوينت كونتراكشن. خلصت الابنورمال بوزيشن، اعلق على الابنورمال ايه؟ موفمنت. يلا نو كوريا اور اسيدوزس نو ماسل فاسيكيليشن. بس لازم اعمل كده قبل ما اقول نو ماسل فاسيكيليشن. وبص على الكام صعب الانسبكشن ادى 10 درجات كلام فاضي. دكتور انت قلت فاسيكيليشن في اللمس. الفاسيكيليشن في اللمس انا بعمل لها اندكشن، بتبقى برده موجوده في البردنج، وتبقى برده موجوده في اي عيان عنده ديجنريشن في الانتيريور سيلز، بس انا بوضحها لنفسي بس. تمام؟ طب الطنط مش محتاجه تضربي، لكن في الاطراف محتاجه تضربي بس. الصفحه الثانيه التوم. فاضي يا دكتور. طب ده شوف ايه؟ شوف كيف الفاسيكيليشن. تبص على العضله تلاقي حاجه بترعش بترف. احيانا انتوا تشوفوها يا جماعه. على فكره ممكن تحصل لحد نورمال، بس مره كده كل اسبوع ولا حاجه وانت مجهد جدا تلاقي عضله كده ما بتلعب كده، حاجه بترف كده، ده ممكن يحصل فينا، مفيش مشكله خالص يعني، ما تخافش على نفسك. تعالى بينا نروح لحاجه مهمه جدا وهي التون. هو العيال بتوعنا متوقع يبقى عندهم هايبو ولا هايبر تونيا؟ لان الابر ولا لور؟ يبقى هايبر تونيا وهايبر، لان الابر موتور نيورون بتبعت تعمل انهبيشن. المشكله اللي عندي في العيان بتاعي انه العيان بتاعي تحت سن سنه اوريدي كده كده ربنا يخلقه عنده هايبر تونيا. اي طفل تحت سن سنه عنده ابر موتور نيورون اماتيوريتي. فالابر موتور نيورون في السن الصغير مش عامله انهبيشن للتون والريفلكسز، فبننزل كلنا واخدين وضع الجنين، وضع الهايبر تونيا، متنشنين، جسمنا ناشف قوي. سو اي طفل تحت سن سنه ما تعملش اختبارات التون، لانه كده كده هيطلع عنده ايه؟ هايبر تونيا. تعمل اختبارات خاصه جدا اونلي تو ديتكت الناس الابنورمال اللي عندهم هايبوتونيا، اللي عندهم هايبوتونيا، اللي هم لور موتور نيرون ليجن عندهم هايبوتونيا، ودول مش بتوعنا. يعني يا دكتور الاطفال مولودين ناشفين، يبقى تحت سن سنه احنا هنعمل اختبارات عشان نشوف الاطفال المرخيين. مرخيين يعني فلوبي انفو، زي فلوبي ديسك لو فاكرينه بتاع زمان، ما بتبعوش عليه، ما تعرفوش عليه فلوبي ديسك. تعرف لو فتحتوه من جوه تلاقي بتاع ده كده فلوبي يعني ملحي، عارفين؟ ما فتحتوش من جوه طبعا. الذكريات ده عمركم ما هتشوفوه، بس هو ما زال الى الوقت الى الان هو رمز تو سيف. يعني اي تو سيف على الكمبيوتر ده رمز. الشكل ده اللي انتم بتشوفوه ده فلوبي ديسك، ده شكل فلوبي ديسك. المهم ذكريات. نرجع تاني نقول فلوبي يعني مرخي. طب احنا عايزين نعمل اختبارات للطفل تحت سن سنه، لازم نلاقيه هايبر ولا نورمال؟ لازم نلاقيه هايبر. لو لقيناه مش هايبر تونيا ده مش طبيعي. هايبر تونيا يعني جسمه كله حته واحده، يعني اجي على بنوت عندها شهرين ثلاثه لما اشدها من ايديها كده لازم راسها تطلع معايا. هي طلعت اهي. اما بصراحه البنت دي عندها هايبر تونيا زي الاطفال عندهم ثلاث شهور، ما هي هايبر تونيا مش دي ابر نوتر نيورون. فعندها ايه؟ هايبر تونيا وهايبر ايه؟ ريفلكس. لو اي طفل في الدنيا تحت سن سنه بتشده المفروض راسه تطلع معاك شويه. ما طلعتش نورمال يعني بمزاجه، لا وقع سنه صغيره بس ما ترجعش لورا 90 درجه. بص السرعه اللي في النص. ايه دراج مور ذان 90 ديجري؟ كان راسه بتتكسر. لما تشد العامل دي تلاقي راسه راجع لورا مور ذان 90 ديجري 90 درجه وانت طالع، دي اسمها هيد لاج ساين، ودي علامه هايبوتونيا في النك. ان رقبته ميه وده ابنورمال.
لما تيجي على اي طفل تحت سن سنه وتتني رجليه فليكشن 90 درجه وبعدين تسيبهم تعمل لهم ريليز ما يقعوش ابدا على الجنبين. لكن الطفل الفلوبي بتلاقي رجل تقع كده والتانيه تسيبها وتقع الناحيه التانيه كده وياخد وضع الفروج ليج بوزيشن، ودي معناها هايبوتونيا في الرجلتين. تاني احنا بنعمل التست ده ازاي؟ بنعمل فليكشن وادكشن سادن ريليز. اكتب جنبها ثلاث كلمات فليكشن اهو ادكشن اهو كده ادكشن وكده فليكشن سادن ريليز يعني اسيب الرجلتين. لو وقعوا على الجنبين يبقى فروج ليج بوزيشن. تاني بنعمل ايه؟ قولوا معايا فليكشن اهو فليكشن وادكشن جنب بعض سادن ريليز. الحاجه الاخيره اشيل الطفل من بطنه، انا مش هعرف اشيل شيء من بطنه. لو شلت الانسان من بطنه شايله في البرون بوزيشن، المفروض ان اي بيبي لسه مولود تلاقي ظهره مستقيم كده من كتر الهايبرتونيا. لكن لو لقيت ظهره مقوس عامل لي كده وايديه واقعه كده ورجليه واقعه دروب هاند دروب دي علامات هايبرتونيا. ده كل ده ابنورمال. ليه ابنورمال؟ لان الاطفال تحت سن سنه كلهم عندهم هايبرتونيا، فدي علامات هايبرتونيا. واسم التست كيرف ترانك يعني السباين بتوعه واخدين شكل كايفوزس. بصراحه يا جماعه ما تخافوش، اكتب على داشه قوي فقط، لانه دايما الاطفال اللي بيدخلوا الامتحان فور سيريبرال بولس اكزامينشن هيكونوا من ثلاث سنين وانت طالع. صدقوني اللي يدخلك الامتحان يا ثلاثه يا اربعه يا خمسه يا سبعه يا 10 يا 12 سنه دي شفوي. الدكتور قال لك لو جالك طفل تحت سن سنه هتعمل له تيست؟ اقول له لا يا دكتور. ليه يا ابني ما تعملوش الاختبارات؟ لانه تحت سن سنه نورمال يكون عنده هايبرتونيا وبعمل له اختبارات اونلي فور هايبرتونيا اسمها ايه؟ تيست اوف بروفيل. فوق سن سنه بقى يلا نشتغل شغلنا. التون بنعمله كالاتي. اول حاجه بنعمل حاجه يا جماعه اسمها شيكينج للاطراف، وبعدين بنعمل حاجه اسمها باسيف موفمنت. ايه الفرق بين باسيف واكتف؟ اكتف موفمنت اقول للعيان زق ايدي ارفع ايدك شد ايدك على نفسك افتح صوابعك ضم صوابعك، بينما بس في موفمنت يعني انا بقول للعيان سيب نفسك خالص وانا ابتدي انا اللي احرك اطرافك. دي اسمها ايه؟ بس فهمت وات سمنت باي بس؟ سو ذا تون اكتف از بس كله بس يعني كله لازم اقول للعيان سيب نفسك خالص. التون كله بس، بينما مين شاطر يقول لي والباور كلها؟ الصفحه اللي جايه الباور كلها اكتف، يعني الباور كلها ادي العيان اوردر اكتيفيت العيان وهو يشتغل. يبقى الباور كلها اكتف والتون كلها باسيف. انت ليه بتقول لنا ما احنا فاهمين؟ عشان ااكد عليك لو العيان بتاعك اورينتد في السنه السادسه لازم تقول له سيب نفسك خالص دونت ريزيست ما تقاوميش سيبني براحتي سيب رجلك معايا خالص. اي تعبير يوصل له المعلومه. يبقى انا في البنات دول مش هكلمهم لان هم من تاريخ امبارح. يلا نعمل التون. اول حاجه يا جماعه اعلمكم هاو تو دو ذا شيك. اول حاجه انا بجيب رجلتين مش على السرير، ببعدهم عن السرير بالمنظر ده وادني الني جوينت شويه. كيب تو انكلز اواي، ما تخليهمش لازقين في بعض كده غلط عشان تعمل شيكينج، وبعدين ابتدي اعمل موفمنت لايك سايد تو سايد بالمنظر ده. انا بعمل سايد تو سايد. خلي بالك الرجل مش للعيان، الاقي حد بيعمل لي كده. والاقي حد بيعمل لي حركه دائريه غريبه جدا. ده خلاط مضرب بيت بقى حضرتك، لا ات سايد تو سايد لايك وسريعه. والاثنين مع بعض كده مش كده، لان كده يبقى انت عينك ما شاء الله بتتحرك يعني عينك بتعمل كده وده مستحيل. عينك عمرها ما تعمل كده، فلازم حضرتك تعملها لايك ذس. And what is the response؟ الـ response دي نورمال على فكره. الانسان الطبيعي لما تعمل له شيكينج حصلوا شيكينج. طب واللي عنده هايبرتونيا لما تعمل له شيكينج والله لو عملت له ايه هي ايده عامله كده. طب واللي عنده هايبرتونيا لما تعمل له شيكينج يحصل له بيندولار موفمنت ميه ليه لو عملت له تيجي كده. سو الهايبرتونيا تديك بيندولار جاك تقعد يلف كده. الهايبرتونيا نو اوسيليشن اتو. اما الانسان الطبيعي لما تهز ايده يتهز. اذا التون اللي احنا شفناه ده كان ايه؟ نورمال. طب حصل فين؟ وبعدين اسيب رجل الني جوينت واكمل اسيب الانكل واكمل على الني جوينت. انا كنت شغال كده على ايه؟ على الانكل. بعمل لها ايه؟ شيكنج. خلي بالك واحده لقيت بعمل لي شيكنج كده ده بعد عن الجوينت اللي شغال عليها 1 جوينت ياخد زيرو.
واحد تاني ماسك الجوينت نفسها ما بيعملهاش شيك ياخد زيرو، واحد تاني لازق الاثنين في بعض كده ما بيعملش شيك ياخد زيرو. فاهمين ولا لا؟ يبقى ما تلزقهمش في بعض، نخليهم جنب بعض وخليهم يروحوا يجوا مع بعض. قول لي دونت كومنت ولا كومنت دلوقتي. لا نيفر، يو شود فولفيل التون كله زي ما كنا بنعمل الفريل الحصه اللي فاتت وبعدين كومنت في الاخر. انا خلصت الشيكنج سيبك من رجل العيان هنا واشتغل على نيو جوينت. اعمل الاول جراسب كويس، جراسب اباف الجوينت، جراسب بلو الجوينت، افرد للاخر وبعدين اتني. بص 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 واتس هابينج ناو، ايه اللي حصل؟ كان عندي تون عالي جدا جدا، بس التون كان عالي جدا فين؟ في الاول مش في الاخر، في الاول في تون عالي جدا 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 وبعدين في الاخر ميه خالص. And this is class knife hypertonia ودي علامه ابر موتور نيرون ليجن. كل مره بدور له على علامه ابر موتور نيرون عشان في الاخر لما اقول له الحاله دي ابر موتور نيرون ما يكلمنيش. فانا بقول له دي class knife hypertonia ودي علامه ابر موتور نيرون، خليكم معايا. بعد كده I should compare في النيورولوجي لازم اعمل حاجه على الناحيتين. الشيكنج كده كده عملناه على الناحيتين. بص كده امسك رجل الثانيه واعمل لها كومبليت فليكشن وبعدين اكستنشن وانا حاسس ان التون في الناحيه دي اعلى من الناحيه دي، وكتير جدا من العيانين تلاقي في ناحيه التون فيها اعلى من الناحيه الثانيه. هسيب الرجلتين؟ لا انت كده غلطان لانك انت خلصت الني جوينت بس ما عملتش مين؟ الهيب جوينت. هاو تو دو التون على الهيب جوينت؟ It is by rolling. يعني ايه rolling؟ يعني بحط ايدي على الثاي، على one thigh واعمل rolling واشوف الثاي بترول معايا ولا لا. الانسان الطبيعي لما تعمله rolling للثاي ترول لوحدها زي ده كده. هنشوف دلوقتي محمد زين كمان شويه هنلاقي وانا بعمل rolling للثاي العيان كله بيرول معايا والاذر ثاي بترول معايا عشان عنده هايبرتونيا، تلاقي الرجلتين ماشيين مع بعض like this. فاهميني؟ يبقى العيان اللي عنده هايبرتونيا تيجي تعمل رولينج كده تلاقي الرجل دي رايحه معاها والترانك كله رايح معاها والعيان كله بيعمل كده حته واحده ناشف كله على بعض. And this indicate هايبرتونيا. لكن this is normal rolling. What is normal rolling؟ To roll one thigh تلاقيها بترول alone easily. Alone and easy. لوحدها وبسهوله اهو. This is normal rolling. What is normal rolling؟ ان انا لما اعمل rolling دي one thigh بترول لوحدها. وتعالى نعمل الثانيه اه بترول لوحدها. بلاقي ناس بتعمل لي كده يا دكتور هو التست كده؟ انا قلت كده زميلي؟ انا ما قلتش كده خالص. ايه ده؟ بلاقي واحد بيعمل لي كده هو التست كده؟ انت ايه ده؟ مين قال لك حط ايدك على واحد بيعمل لي كده؟ يا ابني انت شغال فطاير ولا خطاطي ولا بيسموه ايه؟ انت المفروض بتحط ايد واحده على طاي واحد وتعمل رولينج لايك ذس وبعدين ايد واحده على طاي واحده وتعمل رولينج لايك ذس وتشوف هل الرجلتين مع بعض تقال ماسكين في بعض ولا انت بترول وان ثاي ايزلي؟ لا بترول في لوحدها ايزلي. This is normal tone around the pelvis. وبعد كده نشوف الابنورمال تون. نطلع بعد كده على الابر لمب، وفي الابر لمب مطلوب من حضرتك تقف عند راس العيان. تقف عند راس العيان بالمنظر ده. تجيب الاثنين جنب بعض قوي كده، بس المره دي الشيكنج از نوت سايد تو سايد، ده كومبليتلي رونج. ارجوك يا جماعه الشيكنج از لايك ذس اب اند داون. واضح؟ ارجوكم بقى مش عايز الحركات دي. معرفش ايه اللي بتعملوه ده، هو الاثنين جنب بعض، انا بعيد عن الريست اب اند داون. واضح؟ صعب ده؟ على فكره ذس از نورمال شيكنج، لان انا قلت لكم الهايبرتوني هتلاقي ايده كده والهايبرتوني هتلاقي ايده كده بندل. صح كده؟ لكن ده نورمال شيكنج اللي بتعمل مره مرتين وتقف معايا. وبعدين اجي امسك بعد كده زي ما عملت تحت بالظبط، امسك مين المره دي؟ امسك عند القلب واعمل فليكشن اكستنشن. And there is hypertonia around the elbow. Stretching extension. وبعدين اعمل هنا فليكشن لازم اكمبير. امسك كده وامسك كده واعمل كومبليت فليكشن كومبليت اكستنشن. والعجائب والغرابه ان انا بلاقي ناس بتمسك من هنا وعايز تعمل فليكشن. يعني شغل مخ، انت عايز تعمل فليكشن يبقى بعد اذنك امسك من هنا كده واعمل كومبليت فليكشن كومبليت اكستنشن. وبصراحه في هايبرتونيا واضحه بس هي مش كلاس ناين، يعني طول الطريق في هايبرتونيا مش بتسيب معايا في الاخر. ماليش دعوه، وان جوينت از كلاس ناين، ذا بيشنت از ا هول از كلاسيفايد از كلاس ناين. يعني لو انا لقيت جوينت واخده كلاس ناين يبقى العيان ده كله كلاس ناين. هي ليه مش كلاس نايف عند ايدين؟ يا سيدي حصل مصر فايبروزس وجوينت كونتراكشر فبقت مضايقه الكلاس نايف ومخبيه. فلو ربنا كرمك ولقيت جوينت واخده كلاس نايف كونسيدر ذا بيشنت
كلاس بنايل فايبر. فاينالي لو جنى بتعرف تقعد، لو جنى بتعرف تقعد انا اقعدها واحط ايدي انا في الاكزيلا، لو بتعرف تقعد اقعدها، هي مش بتعرف تقعد المفروض ما عملش تيست، واحط ايدي في الاكزيلا وارفع لفوق، ايه رايكم؟ الانسان النورمال مش المفروض ابدا لما ارفع الاكزيلا بتاعته ستروك ابورد ستروك ابورد ستروك ابورد. اي انسان طبيعي لما اعمل له ابورد ستروك ما يطلعش كده خالص. تعالوا نشوف كده الانسان الطبيعي، تخيلوا بقى ان كده كان في حد بيعمل لي انا ستروك، الشولدر يطلع اهو، انا سايب نفسي خالص يعمل لي كده الشولدر يطلع، لكن الانسان كله بيطلع از وان يونت. ده اسمه جاور تيست اند انديكيت هايبرتونيا اراوند ذا شولدر، ان الجسم مخشن. هايبرتونيا اراوند ذا شولدر، وات از جاور تيست؟ سادن ستروك اوف ذا شولدر ابورد فروم ذا باك. انا واقف ورا العين ولا قدامه؟ وراه. حطيت ايديا فين؟ في الاكزيلا وعملت ستروك ايه؟ أبور. ضربت الشولدر لايه؟ لفوق. لو العيان كله طلع دي علامه ايه؟ هايبرتونيا. انا كده عملت الاختبارات دي كلها، وحد يقول لي هرد للدكتور واقول له ايه؟ الدكتور هو في الهايبرتونيا لو فكرت معاه حاله ورد قال لنا هذا السؤال. طب في الهايبرتونيا العيان بيبقى عامل ازاي؟ لما تيجي تعملي ستروك للشولدر في الهايبرتونيا ذا شولدر بيكام ثرون فورورد، بيترمي لقدام. تعملي لي كده هايبرتونيا، ايدي سايبه تلاقي الشولدر بتعمل قدام وايدك انت تفلت لورا، ايدك بتعمل كده وتلاقي ايدك طلعت. ده الهايبرتونيا وده قليل قوي، لكن الهايبرتونيا تلاقي جسمي كله طلع لايك ذس. اند ذا نورمال از لايك ذس شولدر انهبيشن، الشولدر تقيل وبيطلع معايا. انا عايز اسال سؤال بقى، ارد ازاي في العيان؟ حد يعرف؟ بعد ما عملت شيكنج دايركشن اكستنشن رولينج او زي هايبرتونيا، يا دكتور في حاجات كانت نورمال. لا 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 لا، طب هعلق على اعلى حاجه لقيتها هايبرتونيا مور اون ذا ليفت سايد اند رايت سايد، الناحيه اللي عندكم كانت اعلى من الناحيه اللي عندي. زي هايبرتونيا مور اون ذا ليفت سايد اند ذا رايت سايد، وكانت اكتر في اللور ليمب مور اون ذا لور ليمب ذان ذا ابر ليمب. هايبرتونيا ووز اوف كلاس بنايف تايب، بالراحه بقى واكتبوا هايبرتونيا اوف كلاس بنايف تايب. كان في هايبرتونيا كلاس بنايف تايب مور اون ذا نقط سايد، اوعى تكتب الرايت سايد بقى او حسب العيان. مور اون ذا دوتس 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 سايد كوما مور ان ذا لوور ليمب ذان ذا ابر ليمب، وغالبا هيكون كده فعشان كده اكتبها كده مور ان ذا لوور ليمب ذان ذا ابر ليمب. في معظم الحالات بتلاقي الرجلتين افكتد اكتر من الرجلتين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشر سنين، ايه رايكم اندر بيلت ولا افريج بيلت؟ اندر بيلت بشكل رهيب. يبقى يا جماعه احنا هنقول ان هايبرتونيا على اقصى شيء لقيناه، لقينا في هايبرتونيا عند الني جوينت. ما كانش فيه عند الانكل، لكن كان في هايبرتونيا خليكم معايا عند الني جوينت وعند الالبو. فقلت ان هايبرتونيا كانت ايه؟ كلاس 9 في حته واحده، قلت كلاس 9 5 مور ان ذا لور ليمب ذان ذا ابر ليمب. عرفت اقول الكومنت امتى؟ في الاخر خالص بعد ما تعملوا كل التون. عيدي نيورولوجيكال اكزامينشن تاني من الاول، بس وهي بتقلعه كده هتسمعنا قصته هو محمد ايه اللي حصل له بالظبط في الاول. ده مش هيستوري، ده اختصار لاحداث محمد. اتزنق في الولادة، اتولدتيه طبيعي ولا قيصري؟ في البيت ولا في المستشفى؟ في المستشفى. ها خلي بالك، وقعدت تقولي كام ساعة؟ من 8 الصبح ل 11 بالليل بتولد في البيت دوت، والدكاترة نجلكتنج الموقف في المستشفى. مستشفى السلام، مستشفى السلام، السلام الدولي طبعا. لا مش سلام دولي يعني، اللي عند مدينة السلام طبعا. لا مش لدرجة السلام، بس انا عايز اسمعكم القصة المفاجأة. هو ده اول طفل ليكي؟ لا الرابع. الرابع اللي قبله ايه اللي حصل له؟ ولدتيه في البيت ولا في المستشفى اللي قبله الاكبر منه؟ شهور الاكبر منه. ولدت في المستشفى. واللي قبلها؟ عبد الرحمن في البيت. في البيت، لما ولدت عبد الرحمن في البيت اتزنق ولا ما اتزنقش؟ اتزنق في الولادة. وقعدت تقولي لي فترة طويلة جدا عشان انت طويلة ولا قصيرة؟ انت طويلة ولا قصيرة؟ وجهة نظري متوسطة. ماشي. طب والمتوسطة ده يبقى عندك مشكلة في الولادة؟
قصيره شورت سكتش البنت ازيك. فقال لي ده عبد الرحمن في البيت. عبد الرحمن اتزلق في الولاده وحصل له ضمور على المخ. فقلت بقى اروح فين؟ يمكن بقى ايه يلاقي بقى الدكاتره بقى. استني بقى قلت لهم ايه بقى؟ قلت لهم عندي طفل معوق عايز اولد قيصري عشان اتزنقت في الولاده في الوادي اللي فات. والله العظيم ده حقيقي مش مصدقني اقسم والله. طولت قالوا لها مهما طولت الولاده طول ما هو في بطني هو في امان. امان ازاي يعني؟ ده يوترس كونتراكتنج والبلاسينتا بلاد فلو امبيرد. قالوا لها طول ما هو في بطني فهو في امان. انا راضي حكمكم يا جماعه. ايه ده؟ ايه ده لما دكتور ام تروح تقول له الولد الاولاني اتزنق في الولاده ولدني قيصري؟ انا اكيد عندي مشكله في الحوض. انا الكلام ده انا وانا بسمعه منها كنت مصدق يعني. ده البدايه كانت ارحم. يلا المهم عملنا جزء سبوتر. لا مش هيستر. انا كنت بسمعكم القصه العجيبه اللي عندي اعرف سمعتها في حياتي ان الدكتور بتاع نسا قال له ولدني قيصري اصل الولد الاولاني اتزنق وعنده ضمور في المخ. فقال لها لا 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 هتوليد طبيعي ومهما طولتي مفيش مشكله طول ما هو في بطنك فهو في امان. انتوا متخيلين احنا وصلنا لغايه ايه؟ يلا يا جماعه انسبكشن. انتوا خدتوا بالكم الام حافظه عامله بودي اكسبوجر ابر ليمب ولور ليمب. اول حاجه خالص الولد ده شكل راسه صغير صح؟ من حقي ان انا اقول كده بقى ركزوا معايا. ذا تشايلد از كونشس نوت ريليتد تو تايم بيس اند بيرسون. بي بيلت هي لوك اندر بيلت. وشه هي لوك مايكرو كيفاليك شكل راسه صغير جدا. دي كيوريتاس هيز بيتر ذان اي بي سي دي. ترجعوا لها دي سهله اي بي سي دي. وبعد كده الكرينيال نيرف هنتكلم فيها شكله. وبعد كده ندخل على الموتور باي انسبكشن. ذير از moderate muscle wasting in the lower limb and in the upper limb. شويه كده تحس ان البوني جوينتس بروميننت 10 سنين. وبصوا العظم يعني تحس ان في moderate muscle wasting in the lower limb and in the upper limb. كلكم شايفين المنظر. But there is no trophic skin changes. عامله جود فيزيوثيرابي ولا عيان على الابر ولا لور موتور؟ ابر موتور. ففي شويه بلاد فلو ولا لا؟ ف there is no loss of hair, no brittle nails, no bead sores, no scaling of the skin. وبعدين ابتدي اشيل العيان من الاجزله. It's difficult عليا ان انا اشيل عيان وانا بشرح. فلكن كلكم شايفين ان العيان وبصراحه لو شلته هيعمل كده حقيقي. اول ما اشيل العيان هيعمل كده. زير از اكستنشن وادكشن وسيزورين في اللور لينف. دي علامات ايه؟ انتي جرافيتي بوزيشن. وده ابر موتور ولا لور موتور؟ وفي فليكشن فين؟ في الابر لينف. ولو السرير لو انا اديته فرصه على السرير لحظه هياخد ارشنج اوف ذا باك على طول. يعني ارشنج اوف ذا باك. وزي ما انتم شايفين عامل دايما فليكشن في الابر لينف واكستنشن وادكشن وسيزورين مقصات في اللور لينف. فهو قال للدكتور which is anti gravity position. بصوا يا جماعه حد يقول لي ده ايه ده؟ and there is marked limitation of the range of movement at the knee joint indicating يلا joint contracture. There is no abnormal movement in the form of chorea, acetosis or dystonia and there is no muscle fasciculation, no tongue fasciculation. خلصت الصفحه الاولانيه اروح للصفحه الثانيه. دكتور التون امسك رجلتين العيان بعيد عن السرير من نص اللينج بالشكل ده واعمل شيكنج سايد تو سايد زي ما انتم شايفين. يلا بص معايا. يلا حد يقول لي ويساعدني واتسس. يس شفتوا النورمال بقى وشفتوا هنا الابنورمال. ذيس از هايبرتونيا. بس ارجوكم ما تتكلموش دلوقتي. سيب رجل من رجلتين العيان وامسك رجل. اسمع منكم بنعمل كومبليت اكستنشن فولود باي كومبليت. يا نهار ابيض زاد جدا التون فليكشن اند ذيس هايبرتونيا اوف كلاس نايف تايب. وبعدين اكستنشن لور لمب فليكشن ان هي دي شكلها اقل شويه. وبعدين اروح اعمل رولينج افرد رجلتين كويس جدا واعمل رولينج لوان ثاي. قولوا لي ايه رايكم في المنظر ده؟ اتس ديفيكالت رولينج اند بوث ساي رول ويز ايتش اذر. شفتوا الفرق؟ ها ده هايبرتونيا واضحه جدا. بصوا كده لما تعمل رولينج هنا فيري ديفيكالت رولينج اند بوث ساي رول ويز ايتش اذر علامه هايبرتونيا. كل جسم هايبرتونيا. تعالى عند الابر ليمب اقف عند راس العيان قرب الايدتين من بعض كده بالمنظر ده واعمل شيكينج طبعا ده خشب بقى بس يعني احسن شويه من اللور. وبعدين اسيب ايد من الايدتين وامسك ايد ثانيه اعملها كومبليت اكستنشن كومبليت فليكشن كومبليت اكستنشن كومبليت فليكشن. وبعدين امسك ايد ثانيه كومبليت اكستنشن كومبليت فليكشن. في هايبرتونيا بس اقل من اللور ده. زي ما بقول لكم اكتبوه هتلاقوها في كل عينين كده. اوعى تعمل الجاور تيست فعيان مش بيعرف يقعد بقعده في الاكسل لانه مش بيعرف يقعد وبدريدن. فقول للدكتور اي كانت اسيس ذا جاور تيست. اوعى تقول جاور ساين. جاور ساين دي بتاعت الدوشي دكتور جاور عامل حاجتين
جوهر ساين وجوهر تيست. يلا مين يجي لي كومنت على الطفل ده؟ There is hypertonia of class 9 type more in the lower limb than the upper limb and more on the right side in the left side than the right side. واضح ان احنا دايما هنقول كده، هنقسم العيان ونقول ان الهايبرتونيا فين. There is hypertonia of class 9 type more on the right side than the left side. هو دايما العين الكوادر الفيجيا لو احنا فاهمين طب اكتر نعرف ان هو عباره عن اثنين من الفيجيا ببعض. مش انتوا عارفين في كوادر فيجيا وهو ما هو الا اثنين من الفيجيا، يعني الهيمسفير دي باظت والهيمسفير دي باظت، بس انت صعب تحكمي ان التو هيمسفيرز بيبوظوا تو ذا سيم اكستنت. فممكن تكون الهيمسفير دي بايظه قوي تعملها لي هايبرتونيا هنا قوي، الهيمسفير دي بايظه بس حاجه بسيطه فتلاقي نص اقل من نص عمره ما تطلع زي بعض على فكره. فهمتيها؟ وانا خلاص انت مش بتحكم عشان انت قاعده انا اللي شغال. انا لقيت بصي يعني هنا تقيله قوي، لقيت هنا خفيفه شويه. يو فايند ريزيستنس، انتوا بتلاقوا انتوا فاهمين انا بعمل ايه؟ انا بلاقي ريزيستنس، كل ما بلاقي ريزيستنس اجمد يبقى الموضوع في هايبرتونيا اكتر. المهم نروح بعد كده على الباور. الباور دي اكتف، محتاجه حد اكتف جدا، واضح ان انا مش هقدر اعملها اكتف كده وي كانت اسيس ذا باور بيكوز ذا بيشن از نوت الاوبريت. بس الدكتور ممكن يسألك عليها شفا ويقول لك ايه درجات الباور وايه اللي بنعمله في الباور وتفاصيل كتير جدا جدا جدا. وطبعا طالما هي تفاصيل شفوي ما لهاش اي علاقه بالشرح فاحنا مش هنشرحها على العيان. يوسف مؤدب واكتب بقى على الجزء اللي جاي ده هام جدا عملي الاهم على الاطلاق وهي ريفلكس. وطبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا نعمل بلاش الاستشارات الهندسيه دي. فتحت مبنى كده على جنب استشارات هندسيه. يفسروا في الراوند يفسروا تروح تجري وتراجعي تشوف مين صح. لا 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 اي بصي الواحد كده قاعد بيحلم بحاجه يقولها في الراوند عادي، اي حد بيحلم باي حاجه يقولها في الراوند. هو بيبقى اسمه اسبوع نيورولوجي بتاع الهيماتولوجي بيدي نيورولوجي وبتاع الكارديولوجي بيدي نيورولوجي وبتاع التشست بيدي نيورولوجي. فهو اي حاجه فانا ببشر المحاضره وخلاص. انا عشان اقول لحضرتك كلمه بقعد ابص عليها على 15 موقع قبل ما اقولها ساعتين، لان دي بعد كده هتحاسب عليها يوم القيامه لانك هتقعدي في عيادتك تودي العينين في الاخر بسبب اوكي كده كده هيحصل. تعالوا بقى نشتغل ريفلكسز. ارجوكم اول حاجه محتاجين يا جماعه قمر يكون طري شويه، اللي جابوا القمر ماشي، حد معاه قمر يقدر عن كده شويه. تاني الريفلكس القمر ما تلاقوش فيري هارد ريفلكس، هو سبحان الله كل فين رجل، لكن الصين فوقنا على نفسها وعملته حجر مش رجل. ده معقول شويه. يعني خلي بالكم عشان ما يبقاش بياكل، وعلى فكره لو بياكل بيلعب وبيبقى ريفلكس في البيت. تمام؟ عايزين نتعلم حاجه مهمه جدا، يعني ايه ميوتك يعني ايه ميوتك؟ ما هو يا جماعه الريفلكس عباره عن سنسور بيودي السنتر بيعمل ريسبونس. خلاص هنقعد نختبر العبارات دلوقتي خليكم معايا. طب يا جماعه دي الريفلكس دلوقتي الفكره بتاعتها ان الريسبتور از فيري ديب اتس نوت ان ذا سكين. تسمى الريفلكس على اسم السنسور اللي انا بضرب عليه. فاذا كان السنسور هو المصل سبندل ده ليه ولا سوبرفيشال؟ لكن تخيلوا كده وانا بعمل مثلا بابينسكي ساين ده سوبرفيشال ريسبتور. سو الريفلكس ار كلاسيفايد اكوردنج تو ذا ريسبونس ولا للسنتر ات از كلاسيفايد اكوردنج تو ذا سنسوري افرنت. يبقى وانا بشوف السنسوري ريسبتور فين؟ اذا كان في السكن بنسمي ده سوبرفيشال ريفلكس، اذا كان في في المسلز يبقى ده ديب ريفلكس. طبعا احنا هنبتدي بالديب ريفلكس يعني الريسبتور بتاعنا فين؟ في المسل اور ده تندون. وطبعا الديب ريفلكس متقسمين لنوعين، ديب نورمال ريفلكس موجودين فينا كلنا، يعني اي حد فينا اعمل له البريك رادياليس هيجي له بتعمل كده بص لايده بتعمل بس خليك يا دكتور ده احنا يا دوب شايفين ايدك بتطلع حاجه بسيطه جدا يعني ومره ومره كده وحاجه هايفه قوي يعني. ما هو ده النورمال فيري مينيمال ليم موفمنت اند فيزيبل مسل كونتراكشن. اي نورمال ريسبونس لو انا قالع كم القميص ده وبصيت كده هتلاقي في ماسل كونتراكشن ومينيمال ليم موفمنت.
يبقى ايه هو النورمال ريسبونس؟ مينيمال لم موفمنت وفيزيبل ماسل كونتراكشن ده النورمال. امال ايه الاكزاجيريتد؟ ايه بقى الاكزاجيريتد؟ ان انا الاقي بريسك لم موفمنت يعني نطره يعني نقله يعني شده جامده بريسك سادن ماركت لم موفمنت. هو ده اللي يقول ان في هايبرفيكسيا اند اجريسيف ماسل كونتراكشن مش مجرد فيزيبل لا الماسل كونتراكشن يعني يا جماعه الديب ريفلكس ده موجود فينا كلنا واحنا عايزين نشوف العيان ده عنده الديب ريفلكس موجود زي عندنا ولا زياده عن اللي عندنا ولا اقل من اللي عندنا. خلي بالكم عشان ماسكه الهامر فيها غلطه كبيره جدا. احنا طبعا عشان نعمل اي ريفلكس بنعمل اربع حاجات. حاجتين في ايدي الايد دي لازم تمسك الهامر صح شوت جراسب ذا هامر اند يو الاو تو اوسيليت ان يور هاند يعني لازم يتحرك في ايدك لايك ذس. لكن حضرتك ما تنزلش بالهامر لايك ذس على العيان. اولا دي مش انت كده بس شكرا سكينه في مطعم. وفي ناس ما شاء الله انت رايح تحارب ولا ايه ده يعني رايح تقتل حد. هو ايه الفكره في غلط كده ان انا لما بنزل كده نازل بوزن ايدي ده كله على ايد العيان وعلى فكره ده سخيف جدا جدا وما بيطلعش ريفلكس. لكن لما الهامر يسوينج ان يور هاند سوينج فهو نازل بوزنه هو سواء اللي كان ماسكه حد عملاق ولا واحده غلبانه متاكل انت متخيل مش مشاور عليه اي حد يعني كلكم بلاش. اي مين اقصد اقول ان لما الهامر هينزل بوزنه هو ايا كان اللي ماسكه هو هينزل بوزنه هو. لا ومين اللي شده؟ اللي شده جرافيتي. فبرضه اللي شده حاجه ثابته. فانا بخلي الموضوع ستاندرد سو الاو ذا هامر تو اوسيليت ان يور هاند. الاقي بقى ناس فاكره ان انا بقول اعمل كده. لا مش كده. خلي الهامر يوسيليت بس انت حاكمه في البطل بتاعك كده. بصوا لي لايزز. لازم تتعودوا على المسكه دي يا جماعه. بصراحه الهامرز على مستوى العالم اتحلت مشكلتها ما بقاش فيه هامر كده. الهامر في العالم كله دلوقتي بقى عصايه بلاستيك لو مسكتها هي اصلا الاستيك فبتنزل تضرب العيان بوزن ثابت وترجع تاني. والهامر ده اتلغى في العالم كله ده اوبسوليت دلوقتي حبايبي. مين شاف الهامر الرسمي في العالم كله دلوقتي؟ عصايه بلاستيك طويله كده وفي اخرها راس مدوره. شفتوها ولا لا؟ اكيد شفتوها تمام. حتى في ناس معاها الهامر ده. الهامر ده يا جماعه ملوش راس كمان ده هو مدور كده تضرب باي حته فيه داير ما يدور عشان فيه تطلع في سنه فاتت يقول لك خلي بالك دي الريفلكس الفلاني ودي الفلاني. قول له طب وده اعمل بيه ايه؟ اذا كان ده اتلغى وده اللي موجود دلوقتي مفيش حاجه اسمها دي الفلاني ودي الفلاني خالص خالص. اشاعات مصريه مش موجوده ولا حتى في دوله جنوب السودان. اول حاجه الهامر بيتمرجع في ايدينا كده مركزين معايا يسوينج ماي هاند لايك ذس. الحاجه الثانيه يسيب الهامر ينزل بوزنه هو. الحاجه الثالثه بقى وده مهم جدا جدا ايدك دي بتعمل ايه؟ يعني ايدي دي هتمسك الهامر وتخليه يسوينج كويس جدا. طب ايدي دي وظيفتها بتعمل ايه؟ ايدي دي وظيفتها بتعمل حاجتين تعمل بوزيشننج للم وتسهل حركه اللم. اول حاجه بوزيشننج يعني ايه بوزيشننج؟ يعني تخلي اللم في وضع معين يسهل جدا ان انا اعمل ريفلكس ده اسمه بوزيشننج. وفي نفس الوقت تسمح للمب انها تديني احسن ريسبونس موجوده. تعالوا نشوف على الواقع. اول ريفلكس هنلبسه النهارده هو الني ريفلكس. الايد دي وظيفتها تمسك مين؟ الهامر. المسكه دي صح؟ خلاص سيب الايد دي ماسكه الهامر. الايد دي وظيفتها تعمل ايه؟ تحط العين في البوزيشن الصح. هو ايه البوزيشن الصح؟ للانكي ريفلكس البوزيشن الصح 90 درجه 90 درجه. صح. وبعدين اعمل حاجه اسمها inversion. What's inversion؟ ده اسمه inversion وده اسمه inversion. انا بعمل inversion like this. صباعي الكبير على صباع العيان الكبير. الناس شايفه كلها؟ صباعي الكبير عند صباع العيان الكبير كده. والصوابع الصغيره بتشد كده. وانا حاطط ايدي بحيث تخلي الانكل 90 درجه والني 90 درجه. وبعدين ابتدي اتعامل انزل بايدي دي بحيث ان الهامر هو اللي ينزل بوزنه عمودي على التندو اكيلس بيهايند ذا ميديال مانيولس. ايدي دي صح؟ وايدي دي صح؟ بس ارجوك الايد دي لازم تبقى عاطيه حريه للرجل انها تتحرك. يعني ما تعمليش كده مفيش ريفلكس يا دكتور مفيش يا ابني ما هي ايدك دي عمرها ما هتطلع ريفلكس لانك عامل كده. يو شود بي فيري جنتل فيري جنتل سبورت اتس نوت جراسب It's gentle support like this. Gentle support. واخدين بالكم؟ 90 درجة 90 درجة inversion gentle support. بضرب عمودي على التندون. فاضل حاجة بقى ايدك دي صح ايدك دي صح عينك هنا. You should inspect the muscle contraction like this.
يعني انا عيني على مين؟ عيني على مين؟ على مصر. الاخطاء. واحد يعمل كده وعمال يبص هنا يا ابني، بص على العضله. الاخطاء واحد يعمل كده، انت بتضرب البوستيريور تيبيا الارض عندك، انت المفروض بتضرب التنجو اكيد. واحد يقول لي اهو شفت يا دكتور، شفت يا ابني انت هتضرب الهيل والريفلكس هيحصل، بس انت كده ما حصلتش. ده اول واحد عمل التكنيك ده، لا تضرب الهيل ولا تضرب المصر، انت بتضرب التنجو اكيلس جاست بيهايند دي ميديال مانيولس. بصوا بصوا انا بضرب فين الميديال مانيولس اهو. واحد يعمل كده لا، واحد يعمل كده لا، واحد يعمل كده لا، انا بعمل كده كده وبص على العضله. واضح اغرب البراكه. الاقي واحد يا ابني هي شفت دريت على نفسك كارثه كارثه بقى اللي بيجي على الانكل بتاعك. يعني الانكل هي قدامك وبسم الله ما شاء الله، وبعدين بقى تبتدي تعمل كده وتعمل كده. طب ما اهي اهي ايفرج فيري جنتل دراس الهامر يتمسك صح هينزل صح عينك هنا. يبقى ده واحد اثنين ثلاثه، دي جنتل بوزيشننج ودي ماسكة هامر ودي عينك على العضلة واضرب. واضح؟ أنا لقيت الريفلكس الفيزيولوجي بس أنا ما بردش على الآلات. وخلي بالكوا بلاقي ناس غريبة جدا جدا بتنسى تشتغل على رجل واحدة، أنت لازم تشتغل على رجلتين. قاعدة عامة هي رجل على رجل. يعني مركزين يعني رجل على رجل؟ يعني لازم الرجل دي على رجل دي أفضل حاجة. وبعدين دي 90 درجة ودي 90 درجة. وألاقيك بقى واقف في بلاستر في الأرض؟ لا، بس أنت مصر تفضل واقف هنا. طب يا ابني ايه؟ قلت كده ازاي بقى؟ والله لقيت واحد كده بيتحرك برجله قليلا اتجاه اسفل السرير في حاله الانكل المقابل. يا نهار اسود كهربائي تحرك بحريه وخلاص. اقسم بالله كده كده تحرك برجله قليلا اتجاه اسفل السرير عند الانكل المقابل. انكل ايه مقابله منين؟ ده كده اي كيو يعني تحت الصفر، ده كده كي جي 1. فانت حضرتك ليك الحريه بقى انك تروح لجيت تروح كده لقيتها مش نافعه باظت، تعالى كده اه ده بقت بيت كده خلاص. انت فاهمني ولا لا؟ ماشي. الثانيه اولا ايدي ماسكه الهامر، حلت مشكلتها ايدي ماسكه مين؟ اللام وظيفتها تعمل بوزيشننج. مين يسمعني بوزيشننج في النير ريفلكس؟ 90 درجه صح، بس دي مش وظيفه واحده، هي وظيفه ثانيه تساعد الريفلكس. عشان كده يو شود وي رجل العين تبقى موزونه، يعني وزن حاجه ايه؟ اه على ايدي بالظبط كل الوزن، بحيث يا دكتور تبقى لامسه السرير. وزن العين على ايدك كله، بحيث يبقى ليه لامس السرير؟ عشان اول ما تضرب رجل تنطلق. يبقى اه دي وظيفتها مش بس انها تعمل بوزيشن 90 درجه، لا ده بتعمل جود جنتل سبورت تسمح بالحركه. يبقى هي مش بس بتحط البوزيشن وكمان بتسمح بالحركه. مين يقول لي دي كام درجه؟ 90 درجه. وايدي دي هتعمل ايه؟ تمسك الهامر وتضرب على التندل. طب ما التندل مش باين، التندل اكيد ده فيزيبل، لكن التندل بتاع البتنة مش باين. شو سو اي بالبيت التندل. اشيل وزن العين على ايدي كام درجه؟ 90 درجه. ووزن العين على ايه؟ انت ليه مطلع ايدك كده؟ يعني اصلها سخيفه انك تعمل كده، سخيفه يبان ان انت بتغش، لكن لما يبقى ايدي كده يبقى باين ان انا ام نوت فيكينج. وبعدين احط اصبعي كده احس التندل، ابص على العضله، هذا واحد الهامر محسب صح. اتنين انا شايل وزن العين 90 درجه. ثلاثه انا كده صح، انا كده اشتغل، انا كده اشتغل. واضح؟ بص على الهامر بيتحرك ازاي وبص على اليمين. واضح ولا لا؟ يو ار الاود ان ني جوينت تو دو ات باي لاترال ات ذا سيم تايم، يعني لايك ذس. وزن العين على ايدي و90 درجه، احس التندون، احس التندون، اضرب على التندون وانا بص على العضله. صح بص على التندون، اضرب على التندون وبص على العضله. الايد دي بتعمل بوزيشننج وبتساعد الحركه. الايد دي بتمسك الهامر كويس وبعدين تبص على العضله. واحد اثنين ثلاثه سهله. يبقى الايد دي بتمسك الهامر كويس وتتاكد فين التندون عشان تنزل عليه بسوينج. والايد دي بتعمل بوزيشننج وتخلي الايد حره الحركه، تخلي العين يتحرك اسهل. يعني دايما ايدي دي مش مكلبشه في العيان، بتعمل بوزيشننج مش مكلبشه، وعيني على العضله بس. انا الموضوع كله صح؟
حد يقول لي الريفلكس دي نورمال ولا فيها هايبر؟ هايبر. انا دايما واضحه عند الني جوينت لان دايما دي الني جوينت هي اللي محتفظه بالكلاس نايف هايبرتونيا وهي اللي محتفظه بالهايبر ريفلكسيا لان الكوادريسبس صعب قوي يحصلوا له اطرافي. العضلات اللي في الثاي اكتر عضلات بتبرزست وزود اطرافي فدايما بتحافظ على الفايندنج لاطول فتره ممكنه. عشان كده هتلاحظوا دايما ان القف والكوادريسبس يعني الانكل والني ريفلكس هي اسهل حاجه تعملوها على العيان. هي اسهل حاجه تعملوها على العيان. طب انا خلصت دول كده دول دي ريفلكسز نورمال وخدت قرار ان هم اكزجريتد اطلع للابر ليمب. في الابر ليمب انا بعمل برده جود اكسبوجر وعندي كام ريفلكس؟ 3 ريفلكس. اول واحد هو البايسبس وانا بطلب منكم نتعلم البوزيشننج. البوزيشننج كام درجه؟ 120 درجه. على فكره في البطن علمونا انه لو حطيت ايدك على صدر العيان تبقى 90 درجه ولو ايد العيان على الامبيليكس بتاعته 120 درجه وكده عند الزايفويد 90 زايفويد يبقى 90 وعند الامبيليكس 120 درجه. لكن هنا صعب جدا ان انا اعمل ده لان لو حطيت ايد العيان عند بطنه هيشيلها في ثانيه. تاني كده هيشيلها في ثانيه. تالت كده مستحيل اصل انت محتاج ايدك دي انك تستعملها على التندر فمستحيل انك تقدر تحافظ على ايد العيان عند بطنه لانه هيسحبها على طول. وبالتالي انا بستعمل ايديا في ان انا اثبت العيان في زاويه 120 درجه وفي نفس الوقت احس التندر. هو التندر اللي هنا بتاع البايسبس فين؟ جاست اباف الكريز اوف ذا كيوبيتال فوس. يشوط بالبيت التندر الاول وبعدين تحط صباعك عليه. وهنا هطلب منكم كلكم تسيبوا الاقلام وتشوفوا كده بوزيشن 120 درجه. اول حاجه اعمل كده كده 180 درجه وبعدين تحس الكريز بتاع الكيوبيتال فوس اطلع فيها سنتي واحد وابتدي ادور على وتر وخلي صباعك نايم كده 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 كله كده الصوت بريزنت مش حاسين التندر خليه كده بس خليه كده بس كده فريد صباعك للاخر ما دونت بالبيت ما تدوروش يلا بالراحه فيري سلولي انزلوا 120 درجه نعم ذا تندر از بريزنت استنوا 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 كملوا دي سفيره جايه انتوا فهمتوا يا جماعه فكره ان انا بحط بوزيشن 120 درجه بيقولوا ده اللي اسمه البوزيشننج فور ذا بيست ستريتش اند بيست ريسبونس زي الراجل بتاع العود اللي قبل الحفله بيقعد يشد العود ويرخيه ويشد العود ويرخيه لغايه ما يوصل للشده المظبوطه. خلاص احنا معلمينها لك ان البايسبس 120 والترايسبس 90 انتوا فهمتوا؟ هي مش رزال الدكاتره ولا هبل ده هي اسمها البيست ستريتش. فهمتوني دلوقتي؟ طب عشان احط 120 درجه هتستعمل صباعك ويفضل على الناحيه الثانيه يبقى الثم. احط الثم التندر اهو. ايدي دي حاسه التندر وبقيت صوابعي بتحافظ على زاوية 120 درجة. يبقى خليه بقى يغير الزاوية مش هيعرف. مهما حاول يغير الزاوية مش هيعرف. أن صباعي مع صوابع تانية تفرض عليه زاوية 120 درجة عشان ما يخافش بس. أنا كده حاطط زاوية 120 درجة وعامل اكسبوجر للعضلة الإيد صح هتضرب على صباعي والإيد باصة على العضلة. واضح جدا إن في هايبر فليكس. ويا صباعك كام درجة؟ ليه بقى البنات؟ لا يا أختي ضربي جنب شوية. طيب بس. هو الاصبع الدرجه يعني احنا عايزين درجه على اساس صباعنا. سؤال بقى مهم جدا سؤال مهم جدا هو بجد احنا ليه بنحط صباعنا على البايسبس ونضرب على صباعنا؟ because this tendon is hidden in the fat وحواليه artery ونيرف فيما يسمى فان فين artery نيرف وبالتالي هعمل هيماتومه واحتمال اعمل انجري للميديال نيرف. طب اعمل ايه؟ انا عايز احمي دول، عايز احمي الفان اللي ماشي جنب التندون، اعمل ايه؟ احط صباعي واضرب على صباعي وصباعي يامن الضربه للتندون، فهمتوا؟ ليه بنحط صباعنا؟ هو ماشي حته ريسكي جدا وجنبيه فان، جنبيه فان، جنبيه فين؟ ارتري نيرف، ما ينفعش اضرب على التندون في حته زي دي، حط صباعك واضرب عليه. الناحيه الثانيه البايسبس الثانيه بستعمل الاندكس بتاعي وبسند بقيه ايدي، بايسبس انا كده الاندكس حسيت التندون وحطيت صباعي عليه، جاست اباف الكيميكال فوس. بص دكتور انت حاطط زاويه كام درجه؟ 120 درجه. هي صوابعك بتعمل ايه تحت العيان كده بالشكل ده؟ محافظه على زاويه 120 درجه. كي بي ده بوزيشن لان العيان عمره ما هيسمع اوامري كده. وبص كده ويا صباعك ابدا دونت كومنت دي هايبر ريفلكسيا بس ما تعلقش. انت قلت لنا يا دكتور ان ايد العيان عند بطنه 120 درجة، لو سحبتها على صدره تبقى 90 درجة، واحنا عايزين في الترايسبس نسحبها على صدره عند الزايفويد عشان تبقى كام درجة؟
90 درجه، هخليها 90 درجه والاقي واحد بعد ما خليها 90 درجه راح عامل كده. ايه الغلطه؟ ماسك الحمر صح بس ده الراس، وانا هدفي كل البوزيشن. يعني لو العيان ايده بقت عند 90 درجه كانك مش مسكها، والحمد لله ان هي عادي 90 درجه وايده ثابته. ده اسمه الالوكرينون. الالوكرينون طالع عامل له تندون فلات ما يتحسش. على فكره انت رايس ستاندون از فلات زي الورقه ما يتحسش، فمش محتاج انك تبلبيت. انت بتضرب عمياني كده فوق ده بسنتي او 2 سنتي وبص على العضله لايزس كده. لو انت ماسك خدت بالك، لو انا ماسك انا في الحاله خالص وما بقاش فيه غير ايه؟ غير الماسل كونتراكشن. ده لازم هيحصل، لكن تخيل بقى لو انا مش ماسك خالص. خدت بالك ايه اللي بيحصل؟ انا مش ماسك خالص، انا سايب العيان براحته. تاني يا جماعه، نحط ايدي عين كام درجه؟ جنتل بوزيشننج، جنتل بوزيشننج، مش اجريسيف بوزيشننج، جنتل بوزيشننج. والايد الثانيه الهامر بيتحرك كده على الهامر بس جنتل بوزيشننج. اعتقد واضح. واضح. And finally, what is the brachial radialis reflex? Brachial radialis محتاج اخلي الايد 120 درجه. ثانيه واحده، ده الترايسبس الناحيات. الترايسبس الناحيه الثانيه، افتكر بقى المقوله بتاعتي، تفضل واقف مكانك ببرود كده. مش لايق. جميله جدا، يا سهله جدا، فهمتوني؟ اتحرك بقى، ما تقعدش بقى تكتب اصعد الى راس السرير، حتى الترايسبس على نفس الكهف. مش محتاج. بريكو رادياليس زاوية كام درجة؟ 120 درجة. مينيمال جنتل بوزيشننج. جنتل بوزيشننج، خلي بالك 120 درجة يعني ايده قصاد الامبليكس، خلي الثمب لفوق. اشمعنى؟ ما هو لو الثمب لفوق هتبقى الايدج اوف ذا ريديس لفوق، ولو حضرتك طلعت فوق كم القميص بالظبط وعملت رولنج هتلاقي في حاجة هنا بتسلب تحت ايدك كده ووتر. هو ده بتاع البريكو رادياليس، هو ده. جربوا كده مش بلاش دي، ده مساج يا حبايبي. احنا بنبلبيت حاجه تحت الاسكين يبقى رولينج جامد كده، بتلاقي في حاجه بتهرب صح؟ الحته دي، هي دي اللي انا بضرب عليها مالتس. هو ده. طب يلا يا جماعه، احط الزاويه كام درجه؟ 120 درجه، وبعدين اخلي الثمب الايه؟ لفوق. لو انا خليت الثمب لفوق بقت كمان الستايلويد بروسس لفوق، اطلع فوقيها قد كم القميص 3 سم، بس قد كم اقصد يعني 3 سم يعني. مش 6 سم زي عندنا كده. اطلع 3 سم لفوق. هنا في تندون هتضرب عليه لايزس. شايفين المنظر؟ ايده بتتشد من ايدي، بس لو انا كان مش جامد عمره ما بتتشد. بص كده، ادي الاستايلويد ادي 3 سم. 120 درجة. ايده قصاد الامبليكس. خلي الثمب لفوق. ادي الاستايلويد اطلع فيها واشتغل لايزس. وده البريكيور ادياليس ريفلكس. اللي انا عملته ده اسمه ديب ريفلكس. افتراق اكزيليتد ولا نورمال؟ أقوله there is hyperreflexia more in the lower limb than the upper limb indicating تاني upper motor neuron lesion. عمال أزله في الانسبكشن قلت له upper motor neuron، في التون قلت له indicating upper motor neuron، في الريفلكسز قلت له there is hyperreflexia indicating upper motor neuron. لا ما تسكتش. There is hyperreflexia more in the lower limb than the upper limb indicating upper motor neuron. So تقوله كده so I must do osteological reflexes. اللي ما بتظهرش الا في الابر موتور نيرون. اقول له سو اي ماست دو ذا او اشتغل على طول ما استناهوش ما استاذنوش. اقول له يبقى فورا دلوقتي دوري اعمل osteological reflexes. يلا بينا يلا بينا. ايه هم osteological reflexes؟ ان انا لو جبت اي حد فيكم اعمل له الريفلكس ده لا يمكن يظهر، لا يمكن يظهر. يا رب يكون الكلام ده واضح. امال يظهر في مين؟ بس في المرضى اللي عندهم ايه؟ ابر ولا لور؟ ابر موت. يلا اول واحد اسمه باتيلر. يلا كلنا شايفين بجيب الني تبقى 120 درجه 180 درجه. باتيلر الني 180 درجه. يعني الكلام عندكم فيه غلطه في الحته دي. الني مفروده 180 درجه. ما انت مش فاردها. طب ما انت ما خدتش بالك ان انا عندي جوينت كونتراكتشر، ما انا غصب عني يعني از ماتش از اي كان.
يبقى اكستند لغايه 180 درجه وبعدين حط صباعك بص 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 اباف باتيلا اند بوش دي باتيلا داون يعني بشد الباتيلا الايه لتحت وبعدين اضربها لايك ذس هتاخد بالك اللي بيحصل تطلع لفوق يبقى انا بحط صباع الباتيلا من فوق وازقها لتحت وبعدين اضربها لتحت بتطلع لفوق ده لا يمكن يحصل الا في العيانين اللي عندهم اوفر موتور نيرون باثولوجيكال ريفلكسز doesn't present a normal person ما بتظهرش في الناس النورمال خلي بالكم مامت محمد بتحاول تصحيه انه ممنوع تعمل ريفلكسز لحد نايم بتبقى هايبو مش انت بقى انسان ريلاكس كده وانت نايم ولو عايز تزود الانسان ريفلكس تخليه متوتر جدا جدا لو عايز تقنعه ان هو عيان يعني اعمل له صدمه واعمل له ريفلكس بعد الصدمه دي وهو متوتر يعني قول له مثلا امتحان لسه الاسبوع الجاي واعمل ريفلكس هتلاقيه اول موتور نيرون على طول العين شال وهو واقف اوكي احط صباعي على الباتيلا من فوق وازق الباتيلا لتحت بصوا لي كده هلاقي بقى واحد بيعمل ازاي شفت يا دكتور يا حبيبي ايه ده انت كده على الباتيلا روح كده للباتيلا وانزل وبعدين ايه بيعمل ازاي انت كده ليه يا ابني انت كده كده بيعمل لي كده يا ابني كده 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 يبقى بفرد الرجل 180 درجة، أحط صباعي على البتلة من فوق، أزقها لتحت، وبعدين أضربها تطلع لفوق. انجو. الريفلكس التاني اسمه أدكتور، وطالما عايز تأدكت، خلي رجلي شوية أبدكتف، يبقى سلايتلي أبدكتف. ثاي، أبدكتف ثاي ده شوية، وأبدكتف ثاي ده شوية. نور على الميديا اللي بيكون ده. مرة واحد بيقول لي مش ده جريتر بروكابتر. ده اسمه الميديا اللي يكون دايركت وفي ناس كانت بتقول عليه ستايلويد بلس تمام والله العظيم شفت حاجات غريبه السنين اللي فاتت انا بقول الاسم دلوقتي على طول عشان الفضايح انا عارف انكم ناسيين ده اسمه الميديا اللي يكون دايركت كويس بتاع الفيمر ده على فكره حوالي ده مش بتاع التيبيا العظمه دي ها فيمر كويس احس الميديا اللي يكون دايركت بتاعك يطلع فوقيه شويه تلاقيه فيه هنا وتر الاقي الناس بقى في البطنه بيعلموكم حاجه غريبه جدا يحسسوكم التندون دول الهامسترنج يا حبايبي ويقول لك حط صباعك عليهم مضرب لا والله ابدا ده انت المفروض تضرب على دماغك ده اسمه ادكتور ريفلكس بضرب على الادكتور ماسل العضله الضامه اللي بتقطع في معظم اللعيبه عضله ضعيفه جدا هنا يا ابني بص كده ادي مين دي ميديا اللي بيكون دايل منها على طول بالظبط هنا عند الحسنه دي مظبوط عنده عشان تتعلم عند الحسنه دي بالظبط الحمد لله تندم حط صباعك عليه وابتدي اضرب عليه بزز بص كده رجلتين مسلوطه ادكشن بص تاني كده هنعمل ابدكشن سلايد فليكشن ومعاه ابدكشن حس الميديا اللي يكون دايل اطلع فوقيها هتلاقي وتر اضرب عليه بص كده بص ايه اللي بيحصل في رجلتين؟ الاثنين بيحصل لهم ابدكشن دكتور المفروض رجل واحده لا الاور موتور نيرون الرجلتين بيحصل لهم ابدكشن بص كده حس ان الرجلتين بيحصل لهم ابدكشن طب الناحيه الثانيه اوضح شويه صح؟ بص هجيبهم جنب بعض خالص ازاي؟ اوعى تعمل كده انت مره ولا مرتين يعني وريت بس ان انا ممكن اكمل لغايه ما اجيبهم جنب بعض خالص. كده يبقى العيان بتاعي بقول للدكتور تاني. بص باثولوجيكال ريفلكسز الدكتور اند باتيلر ار بص انديكيتنج ها غرقوا ابر موتور نيورون ليجن. سو اي ماست دو كلونس لازم اعمل كمان الكلونس. احنا عندنا نوعين كلونس. كلونس اسمه باتيلا كلونس واتس كلونس اولا يا رب اعمله كده يبان بس هنشوف ده كان موجود لسه عند محمد ولا مش واضح باتيلا كلونس ان انا بمسك الباتيلا واضربها لتحت مره واحده هذا موجود هيبان دلوقتي ان شاء الله مش هعمل انا بعمله ده انا بعمل مساج بس شفتوا المنظر ده شايفين العشرة غريبة؟ كل ما بطول بتزيد انا كل اللي انا بعمله ان انا بمسك السكين فوق الباتيلا واضرب الباتيلا لتحت ثم الباتيلا تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل بتعمل ريبيتد ريفلكس اند سو كلونس از ريبيتد ريفلكس كلونس از ريبيتد ريفلكس يعني معناها ان الموضوع مليون في المية ابر موتور نيرون وده يدل اكتر واكتر ان العيان عنده ابر موتور نيرون ليجن.
كلونس ما هو الا ريبيتد باثولوجيكال فيز. الكلونس ما هو الا ريبيتد باثولوجيكال فيز. تكراره يدل ويؤكد ان العيان عنده ابر موتور نيورون ليجن. انا بمسك الباتيلا اضربها لتحت صدري، ها اخر مره تبصوا يا جماعه، بمسك الباتيلا ستروك لتحت واقف الاقيها باستروك واستنى بريشر اند سستين، بريشر اند سستين، بريشر اند سستين، بريشر اند سستين، بضرب واستنى. ده اسمه باتيلا كلونس. في كلونس تاني مش موجود قوي عند محمد اسمه انتي كلونس، وفي انا بعمل صدر ستروك زي ما كنت بعمل في الباتيلا وسستين. المفروض بقى لو محمد عنده كلونس الاقي لي كلونس تمام معايا تمام. هنشوفها في شهر دلوقتي الانجل انا عندها انتي كلونس. الانكل كورونس والباتيلر كورونس ار ساينز اوف ابر موتور نيرون. تاني اقول له ودول ساينز اوف ابر موتور نيرون ليجن، ودول ساينز اوف ابر موتور نيرون ليجن. الراجل يتخنق مني اقول له يا دكتور عارف لو كمان كان الطفل ده تحت سن سنه كنت عملت له كمان مورو وكنت لقيته بيرسيستنت بيوند ايدج اوف 6 مانس ويتش از ا ساين اوف ابر موتور نيرون ليجن. واتكلموا عن المورو شويه وتخرج معاه في المورو تتفسحوا مع بعض شويه مورو فيتوه منك بقى. بعد كده بس المورو مش هتعمله في العيان ده، العيان ده عنده 7 سنين مش عارف ايه، في حاسس ان في ناس هتعيط. حد قال له طب احنا ناس بنات حلوين كده ومش عايزين نتعب ولا نتعذب في حياتنا، مين قال لكم تخشوا تفهموا ازاي اوكم فاهموا معايا بقى. تعالوا بعد كده نعمل السوبرفيشال ريفلكسز. ايه ده احنا خلصنا دي ريفلكسز واضطرينا نروح على الديب باثولوجيكال ريفلكسز ودخلنا منها على الكلونس اربع منها لان العيان كان ايه؟ ابر موتور. بعد ما تخلصوا دول هتعملوا دو سوبرفيشال ريفلكسز. واحد منهم اسمه بلانتر ريسبونس. بلانتر ريسبونس بصوا معايا، بصوا معايا ان انا بعمل سكراتش ودي احسن طريقه لللاترال اسبنت اوف ذا سول. بين جو ميديالي. اند وات هابن؟ ذا بيك تو جو باكورد. المفروض كمان ان بقيه الصوابع تعمل لي شويه فاني بس هنا الكونتراكتشر لغايه. نقول تاني انا بعمل سكراتش اللاترال اسبنت اوف ذا سول زنجو ميديالي. ايه اللي حصل؟ بيج بيج موف، حركه رهيبه جدا. ده مش المفروض يكون كده في عيان عنده فايبروزس وصوابعه ما اتحركش، ازاي اتحرك كل ده؟ بس بوست ذا بينيسكي ساين which is dorsal flexion of the big toe and fanning of the other toes. مش بيحصل الفاني بصراحه. نشوف تاني بعمل سكراتش اللاترال اسبنت اوف ذا سول زنجو ميديالي. دورس فليكشن في البيك تو وفاني في الاذر توز المفروض يحصل ودي علامه ابر موتور نيرون، لكن هي نورمال في الاطفال تحت سن سنه والناس النايمين زي حالاتكم دلوقتي او كوماتوز زي وضعكم الان. سو ات از نورمال ان كوماتوز، ات از نورمال في الناس اللي نايمين في الديب سليب. يا ابني سيب الموبايل وخليك معايا. ما دي بعد هدوم في الحس ولا هينفعك الكلام ده كله ولا الحسه كمان هتنفعك. يبقى لاترال، يبقى من سكراتش اللاترال اسبنت اوف ذا سول نجو ميديا نلاقي البيك تو بتاع كده. دي بوست دابلينسكي ساين ات از نورمال تحت سن سنه، ات از نورمال في الاطفال اللي تحت سن سنه او في الناس الكوماتوز او في الناس اللي عندها ديب سليب. لكن اي طفل في سن سنه عنده بوست دابلينسكي ساين اوف ابر موتور نيرون ليجن. بعد كده بنعمل سوبرفيشال ابدومينال ريفلكسز وهم هيبقوا في العيان ده لوست. ايه بقى السوبرفيشال ابدومينال ريفلكس دي؟ ان احنا بنعمل سكراتش حوالين الامبليكس. يعني انتوا كلكم شايفين الامبليكس اهي، بعمل سكراتش من بره لجوه لايكس. المفروض انا لما اعمل سكراتش كده الاقي البطن كلها بتتحرك والامبليكس بتدخل لجوه. بصوا كده المفروض الطبيعي لو انا عملت سكراتش كده الامبليكس تعمل كده، لو انا عملت سكراتش كده الامبليكس تيجي كده، لو انا عملت سكراتش كده الامبليكس تيجي كده، عملت سكراتش كده الامبليكس تيجي كده، بس هي مش هتتحرك خالص اهو. ليه؟ It is lost in upper motor neuron region. كل حاجة أنا بقول له in upper motor neuron region. أنا كده عملت كام ريفلكس سوبرفيشال؟ اتنين بلانتر ريسبونس و بلانتر ريسبونس، وده بيتعمل في كام رجل؟ في رجلتين. ثم سوبرفيشال ابدومينال ريفلكس بصوا لي بعمل سكراتش من بره لجوه، فوق مرة وفي النص مرة وتحت مرة، فوق مرة كده وكده الصورة عندكم واضحة، وفي النص مرة وتحت مرة، وفي الآخر أقول there is no superficial abdominal reflexes او lost because this patient show upper motor neuron lesion. ثلاثة reflexes superficial اللي بعد كده مش عليه اكس على الثلاثة التانيين. لو تقلب الصفحة تلاقي sensation والجيت والكوردينيشن ودول طبعا اقل اهمية بكتير.
لكن لو تقلب صفحة اكتر هتلاقي اني بعمل لك بروفت اكزامينيشن على عيان سيريبرال بولسي وعلى عيان هايبرتكس. ولا خلي بالك العيان ده لما تدخل عليه على الدكتور تعمل له الاول جنرال اكزامينيشن لو الدكتور طلب وهيد سيركمفرنس وهايت ويت وبعدين تعمل له نيورولوجيكال اكزامينيشن. حد كده فكرني خطواته ابييرنس بيلت كرايتيريا دي كده بس كرينيا نيرف هتبقى شافها مع الدكتور تون انسبكشن تون ما عرفناش نعمل باور ريفلكسز وبعدين الصفحتين اللي حسبناهم اللي هم سوبرفيشال سنسيشن ده كلام فاضي خالص وجيت في كوردينيشن هنعرفه كل ده وبعدين في الاخر لازم يبقى عندك رد مع الدكتور من الهيستوري والاكزامينيشن ده سيريبرال بوكس ولا لا ده سباستيك ولا اتونيك ولا هايبر ولا تاكسيك هيطلع ايه سباستيك كوادريبليجيك ولا هيمبليجيك ولا مونوبليجيك هيطلع كوادريبليجيك جريد 3 اللي ما بيتحركش الا حركات بسيطه ولا جريد 4 اللي ما بيتحركش خالص هيطلع لك جريد 3 جريد 4 يعني محمد ده كان جريد 4 جانا اللي قبله مش عارف حركه ايديها جريد 3 جانا جريد 3 كانت بتحرك ايديها بتحكي بتبص لي لكن محمد مفيش خالص اي حاجه ممكن يعملها مفيده فيبقى جريد كام 4 لدرجه ان انا عايزك ان شاء الله في الامتحان ركز معايا خليك معايا تقول كده الدكتور اكيس اوف فاست ابر موتور نيورون ليجن سيريبرال بولسي سباستيك تايب جريد 4 يعني ايه جريد 4 يعني ما عندوش اي موفمنت خالص كومبليكيتد ويز جوينت كونتراكتشر محمد كان كومبليكيتد بجوينت كونتراكتشر يس كومبليكيتد ويز جوينت كونتراكتشر اسوشيتد ويز ابيليبسي محمد في الهيستوري بتشنج فلما تقول الكلمه دي كلها على بعضها راجل ينهار منك في زميلك بيقول له سيبيه في حاله انت حضرتك مش انت هتقول ايه اكيسو سباستيك كوادريبليجيك سيريبرال بولسي جريد 4 كومبليكيتد ويز جوينت كونتراكتشر اسوشيتد ويز ابيليبسي وتقوم تمشي خلاص هتعمل ايه تاني يعني في الاخر لازم نتعلم ازاي نرد احنا طبعا لسه هنتدرب على ده لكن انا حبيت الفت نظركم ان في صفحتين منسقين جدا الصفحه اللي جنبها بتتكلم كمان عن الهايدروكلوس لازم تذاكرها لو دخلت على الهايدروكلوس خد وشك قاعد على ايوه كده قاعد لازم تبقى عارف ان الهايدروكيفلس فيه 9 كرايتيريا في راسه احاول ادور عليهم كلكم عارفين الكرايتيريا بتاع الهايدروكيفلس 3 في البون راسه كبيره والانتيريور فونتانيل يبقى وايد الاوبن والسوتشرز سيبريتد دكتور معلش راسه كبيره وهتنزل هيلثر كامبرس لكن الانتيريور فونتانيل قفل والسوتشرز قفلت ايوه انا ركبت شنط لما بتركب شنط العظم بيقفل على كبير طب يا ترى في عنده سانسيت ار او عنده سبوينت مش عارفين تشوف. عنده شخص طبعا. لو تلاحظوا هتلاحظوا بعد شوية ان عينه بتستخبى تحت في الكورن في اللور ايليد. وعنده سبوينت طبعا. وانتوا حاسين انه متفصص لكم لان عنده اوبتيك ايه? اتروفي والحاجات دي ما بترجعش. الاوبتيك اتروفي ما بتحسنش. بس في نقطة مهمة جدا. في ثلاث حاجات في الراس احنا مش شايفينهم. الاسكان المفروض يكون. والبنز تكون. والشعر يكون. يا ابني ما احنا ركبنا شنط فلما ركبنا شنط السكين ما بقاش ستريتشد والفينز ما بقتش فيزبل زي الصوره اللي عندك والشعر اللي طلع تاني فلازم تكون عارف ان الكرايتيريا دي كانت موجوده وتقولها على الدكتور المفروض العيان ده عنده كذا 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 اللي فاضل اللي عنده كله ان راسه كبيره لارج هيد وان عنده سانسيت اي وسوينت اوف اتروفي بيكوز نيورولوجيكال كومبليكيشن دازنت ريبير السكين فيه ريبير السكين بيجدد نفسه فالشعر يطلع والجلد يرخرخ تاني والفينز تختفي لكن اوعى تتصور بسذاجتك ان المخ هيرجع تاني فالعيان ده عنده ابر موتور ولا لور موتور ابر ولا لور اكيد ابر لانه عنده هايدرو ايه كفرس دايس دايس على الموتور اريا يبقى في ثلاث حاجات في عينيه زي ما هما موجودين السانسيت اي عنده مش قوي لانه اتحسن شويه لكن عنده سكوينت واضح جدا ومش شايفه كويس لكن الثلاث حاجات اللي في الراس فاضل فيهم ان الراس كبيره بس والثلاث حاجات اللي في السكين راحوا لان السكين بيصلح نفسه بعد الشنط دكتور يبقى احنا لازم نحس الشنط نبص عليه على الاقل تعالوا بينا نبص على الشنط لو نيمنا ناصر هتلاحظوا في سكار واضحه جدا هنا شايفينها وفي حاجه هنا اليفيشن حد شايف الاليفيشن ده الاليفيشن ده في الشنط الاليفيشن ده الشنط والشنط دي طبعا لما تبص عليها هنا لازم تروح تبص عليها في بطنه تقوم تلاقي في سكار هنا اهي
السكار دي معناها ان عنده فنتريكلو ايه بقى؟ بريتونيال. ما طبعا كله فنتريكلو، بس انا لازم اقول للدكتور ده فنتريكلو بريتونيال شنط. المهم ابص على ظهره ما يكون عنده ايه؟ ما عندوش حاجه في ظهره، يبقى الولد ده ما كانش انور كتير. برضو احنا ما خدناش هيستوريولوجي، لكن سمعكم قصه المأساة. احكي لنا المناصر ايه قصه المناصر؟ وهو عنده 3 شهور كان زي الفل سيخي ورجع وتشنج. والدكتور تخصص على انها انجول. بعد كده الدكتور قلنا عبد المرداش قال لي هو عايز عمليه، روح انت ما تختصرش الموضوع، انت قطعت 90 قصه في النص. راحت للدكتور قال لها تشنجات حراريه، خد مضاد حيوي. فضلت التشنجات مستمره، والتشنجات الحراريه ما ينفعش تشخص في برايل عند سن 3 شهور. خصوصا الولد كان بيرجع ودراوزي وما بقاش كونشس بعد كده خالص. استمرت التشنجات، راحت للدكتور قال لها طب ارجعي تاني، روح عبد المرداش خليهم يشوفوا لك ايه اللي عندك. لما راحت عبد المرداش كان الولد بالاتروسكي. ايه اللي كان عنده؟ كان عنده مينينجايتس. المينينجايتس دي عملت فايبروزس في الاكويدكتور سيلفيس وفي الاراكينويد بيلاي وعملت هايدروجاستس. الغلطه غلطه الدكتور اللي شخص ايه؟ فيبرايل كونفلجنس. الولد ده كان كومبليتلي نورمال. وبعدين اتشخص ان فيبرايل غلط، وقلت لكم دايما الفيبرايل كونفلجن ما تتشخصش الا اذا كنت متاكد 100% ان في ايفيدنس اكسترا كرينيال، وان ما فيش اي دليل على كرينيال انفكشن. ولو شاكك تسحب سي اس اف. هي نصر الصوت لوحده؟ ماما مين اللي توفى السنه اللي فاتت؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن لك صوته كانت عامله ازاي؟ كان مولود كويس؟ لا مش فاكر كان مولود كويس ولا لا؟ والله اي فتح. عبد الرحمن الله يرحمه 3 شهور نفس القصه بالظبط، فيفر وفيبرايل كونفلجن، وراح اساليها حتى مش عارفه قصتها ما تفتيش. مصريين صعبين جدا، مش مشكله في حياتي، واضح انها مش عارفه قصتها يعني. بس انا مش عارف اقول لكم عبد الرحمن لانها حزينه جدا على ابنها توفى، مع انه كان هيدرو كونفلجن وربنا رحمه، بس هي من ساعه ما توفى وهي ما بتبطلش بكى، بقى له حوالي 9 شهور، وقع منها من كتر براسه تقيله وهي ماشيه، وقع منها جاله انتراكرينيال هيموريج ودايت. وبرده الدكتور قتل بايه؟ بانه مننجايتس وشخصه على انه فيبرايل كونفلجن. حالات كتير قوي كده. انا حزين جدا، عشان كده دايما تلاقوني وانا بشرح وتسمعوني وانا في الاوديو بقعد ازعق، يا جماعه اوعى اوعى في السيرب في العين الجي سي بي دي ما تروحوش البيت وهو البول بتاعه احمر، تلاقيها مزروعه في مخك، لان دول ماتوا فعلا قدامي، يعني ناس ماتوا فعلا قدامي بسبب الحركه دي. فنحاول نقلل شويه الكوارث اللي بتحصل دي. في الاخر مش عيان هيدروتوكروس، لما تيجي تعملوا نيورولوجيكال اكزامينشن يطلع نسخه طبق الاصل من محمد زين بمصري ويستنج وجوينت كونتراكشر، لانه في الاخر هما الاثنين عباره عن ابر موتور نيورون، فمفيش بينهم اي فرق في الاكزامينشن، نمشي عليهم بنفس السيكونس ونفس الاحداث هتطلع بوزيتيف، وهيطلع دايما عنده هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا مور ان ذا لور ليمب ذان ذا ابر ليمب زي ما شرحت لكم بالظبط. فالاثنين في الاكزامينشن واحد، لكن القصه مختلفه، دول دايما زنقه ولاده ودول دايما ميه كتيره على المخ. انا اللي يهمني النهارده ان احنا نركز جدا ازاي بنعمل توم وازاي بنعمل ريفلكسز، لان دول اهم حاجه هتاخدوا عليها الدرجه. الشفويات ناقصه كتير، لسه ما اديتكوش حاجات كتير، لسه في شويه في الكرانيال نيرف وفي شويه في السنسيشن، بس دول مش محتاجين قعده حالات وعذاب. فاحنا دلوقتي نركز في حالاتنا ونكمل الحاجات الجايه ان شاء الله في الاسبوع الكابتشر جيم. بس خلي بالك الدكتور قبل ما بتحكي عن حاله، كلنا كده بدخل الاول قبل ما تدخلي اشتغل على الحاله واشوف الحاله دي سهله ولا صعبه. واي دكتور في الدنيا الا اذا كان حالته النفسيه وحشه وعايز يديكي بيبقى عارف ده، ومقيم ان العين عنده كونتراكتشر وعامل كده مش راضي يفرد ايده ولا رجله. وطبعا هجيب لكم دول هنا، يعني انا الاول جايب لكم عيانين سهلين شويه في الشغل معقولين، لكن اللي بعدها اجيب عيان جوينت كونتراكتشر تتعذب معاه هنا قبل ما تتعذب في المستشفى.